السلام عليكم ميناسان كونيتشوا، مرحبا بكم في قناة حياتي في اليابان، وكل عام وانتم بألف خير ورمضان كريم. هعمل النهاردة السمبوسة والبقلاوة بنفس اللي هو الشيت. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو، اتمنى يعجبكم. هعمل النهاردة اللي هو السمبوسة بأربع أطعمة: الفراخ، الجمبري، الجبنة والبطاطس بالخضروات. هقطع المكونات اللي هستخدمها كلها مرة واحدة تقريبا. الجمبري قطعته وشوحته، بضيف البصل، الثوم، بضيف شوية من الجزر، التوابل، وبسويه وخلاص على كده. البطاطس سلقتها وهرستها، بشوح بصل، ثوم، بضيف الجزر، بضيف البطاطس المهروسة، وبضيف التوابل. ضفت زيتون مخلل متقطع وجبنة، هي دي جبنة موتزاريلا، فالأفضل ان الجبنة مش اللي تتحط وهي بتتسخن، الأفضل انها تكون على البارد. الفراخ كنت مقطعاها قطع صغيرة قوي، تبلتها زي الشاورما كده بالزبادي والتوابل والحاجات دي، وسبتها تتبل. بعدين الوقت شوحتها، بضيف البصل، الثوم، توابل، وسويتها. ضفت برضك زيتون مخلل، خلاص كده. الجبنة استخدمت اللي هو الجبن اللي عندي في التلاجة المتاحة، يعني اللي هو نشر سلايس تشيز، وجبنة كريمي، وجبنة موتزاريلا، بس اي نوع جبنة عندكم عادي. انا اعتقد ان الجبنة اللي هو التشيدر هيكون برضك طعمها حلو قوي. Yeah.
بحضر اللزق، هو عبارة عن دقيق وشوية مية، وعشان نلزق بيها السمبوسة. كده الحشوات عندي جاهزة، فعامل الوقت بقى السمبوسة. هو ده اللي هو الحرماتي او السبرينج رول، و هجرب انا اول مره اجرب بيه اللي هو السمبوسه، بس انا حاسه ان هو حجمه صغير عن انا بشوف في الفيديوهات، فمش عارفه ان هو طبعا اكتر حاجه بتضايق منها ان هو التفكيك بتاعه ده. هجرب واحده بس كده هشوف انا تنفع فعلا تتقسم على ثلاثه ولا ايه. حاسه ان هو صغير، ازاي تتقسم على ثلاثه دي؟ مش عارفه المشكله ان هو صغير، ينفع تعمل ازاي ده؟ طب هي مثلا لو كده تعمل كده، اللي عمل كده وخلاص ده كده على كده تبقى مثلا كده صغيرة قوي. هي سمبوسة تبقى صغيرة كده، يمكن تنفع على تلاتة بس هتبقى بالحجم ده. مش عارفة ده الحجم الطبيعي ولا لأ، هكذا فليكن. هجربها الأول على تلاتة. صغيرة قوي. لا لا فعلا صغيرة، صغيرة جدا. ايه ده كده انتهت خلاص. المرة دي هحاول ان انا اسيبهم اتنين. لا ايه ده، ايه الشكل على فكرة مش مظبوط تماما، يعني من اولها كده قصيرة وتخينة. مفيش تناسق. ايه ده المشروب ده هيبقى فاشل ولا ايه؟ ايه ده؟ مستحيل، دي مستحيل. بس جات لي فكرة حلوة، أنا هعملها بالطريقة دي. مش عارفة تفلح ولا لأ. ماشي حاضر يا حبيبي. وهم بقى عاملة بقى ايه بقى؟ بصوا جايبة الحتة دي قافلة عليها كده. اه معلش، فأنا قفلت عليها كده. هقوم بقى عاملة ايه؟ هقوم جايبة دي عاملاها ايه؟ عاملاها كده، يبقى هي كده اصلا اتقفلت. وقوم بقى قفل دي كده 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 كله تن 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 كده. والحته اللي بقى بقى قوم اتنين كده وبعد ايه مثلث. ده ايه ده؟ عمل جبن. السمبوسة كانت في الأول صعبة كده ومتعقدة، كنت قلت خلاص الصراحة إنها تفشل، بس الحمد لله اتعملت ومش فكت ولا حاجة، ولكنها صغار في الحجم شوية لأن ورق السبرينج رول ده صغير في الحجم، بس الحمد لله اتعملت وشكلها سمبوسة يعني. دي بقى طريقة اللي هو الحريماكي أو السبرينج رول بالطريقة اللي هو اليابانية اللي بيعملوها هنا. طريقة يعني أنا مجربتهاش الصراحة برضك قبل كده، بس يعني هي إن شاء الله طريقة سهلة وبتسعب بسرعة، تاخد بقى ايه كمية كبيرة كده من الحشوة وبسرعة كده لف لف لف. شكله صوابع كده. هعمل شوربة خضار جنب الأكل، يعني مثلا بصل، ثوم، جزر، فجل ياباني، كرنب مع مرقة دجاج وتوابل وكده، بتبقى حلوة.
هعمل دلوقتي البقلاوة باللي هو السبرينج رول دون. هو ناشف عامة، يعني تحس ان هو ناشف طبعا صغير. دي اللي هي سمنة سايحة، مشكلة ان هو ورق ناشف جدا مش طري كده مثلا زي ورق اللي هو الجلاش والحاجات دي، فدي بتبقى مشكلة برضه. بس عشان مش عندي انا ورق الجلاش والحاجات دي فبستخدم اللي هو السبرينج رول، وعلى فكرة والله بتبقى نتيجته حلوة يعني. هو بس مشكلته في ان هو بيكون ناشف لما باجي اعمل بيه مثلا الفه او كده، بيكون ناشف صعب اتعامل معاه شوية. انا هعمله اللي هو يعني ملفوف اسمها بقلاوة ملفوفة دي ولا لفات، فهستخدم اللي هو اربعة من اللي هو السبرينج رول. دي كده اللي هو الرابعة. هحط بقى اللي هو ايه اللي هو المكسرات. ده عندي المكسرات مشكلة اللي هو فول سوداني وفستق وكاجو وايه يا رب وماكاديميا واللي هو اللوز واللي هو نص برازيلي مش عارفة يعني بس كبير كده، وده جوز هند وزبيب. شفت ان هو كنت احط عليه حاجة عسل ولا حاجة عشان يخليه متماسك شوية مثلا. جوز هند مبشورة، انا بحب جوز الهند جدا مع المكسرات، وفي الحلويات بقى اللي هو الشعرية بتبقى فعلا رهيبة. الزبيب يعني بالذات الزبيب ده يعني ايه، في اللي بيحبه وفي اللي مش قوي يعني. المالك ما بتقريبا ملهوش فيه، المشوم برضك ملهاش فيه، اما الاخرون بتقريبا بقى بيحبوه. احطه بقى في الصينية دهون اللي ايه مدهنة برضك بالسمنة. كده انا خلصتهم، هقسمهم بقى نصفين طبعا عشان الواحدة كبيرة يعني. بسم الله ما بحبش التقطيع. ناشف ناشف يعني صعب اوي. اعتقد اللي هو الجلاش العادي بيتقطع بسهولة عن كده يعني، فمتقطعش دلوقتي كويس. بعد ما بيستوي هيبقى صعب ان هو اتقطع، صعب جدا، فعشان كده لازم اقطعه كويس دلوقتي. هدهن دهنة كده اللي هو من سمنة من سمنة السمنة الوش السمنة نشفت جمدت. هو بصراحة الجو برد يعني برضو. طبعا انا كنت دهنة دي بالسمنة بس. هو دلوقتي بسخن الفرن على 180 وهدخلها بتاخد تقريبا 20 دقيقة حاجة زي كده يعني ان شاء الله. بص لسه مطلعاها دلوقتي من الفرن وخدت ما شاء الله وش حلو اهو. وهي سخنة كده بحط بقى اللي هو الشربات اللي هو البارد عليها و كتير اوي غرقت شربات. وعلى فكرة انا بحطها تاني في الفرن، بسيبها برضك يعني تهدى في الفرن عادي لما بحطها في الشربات كده، بس احطها في الفرن شوية. الفرن طبعا بقى خلاص يعني تشرب بقى لو شربات. بحمل السمبوسة كنت خايفة جدا انها تفك مني في التحمير، بس الحمد لله مش اتفكت والحمد لله كملت على خير وطلعت الحمد لله حلوة. بالنسبة لانها تجربة اولى بورق اللي هو سبرينج رول وكده، فاعتقد الحمد لله انها نجحت يعني.
はい。Thank you.
きは日本は醤油だね。うん。醤油。うん。春巻きの日本？うん。そうだね。うん。ちくんコロッケ食べる？あ、コロッケ食べます。はい、忘れてました。あ、そうしよう。クリームチーズ弁当だ。はい、ちょっとよくわからない。コーンコロッケですね。おいしい。それは当たり前じゃない。元気の体の無理。ちょっとおいしいね。おー。これで食べる。これもチーズ。何番？31。どういうことや、31。カリカリだよ。すごいね。カリカリ。うん。カリンカリンで美味しいです。カリムカリムで美味しいですか？カリカリ。はい。もう一回。もう一回やるの？はい、どうぞ。もちもちもち。やめて。見えてねえぞ顔。顔。今日のデザートです。チーズ春巻き。伸びるということで評判なのでやってきました。これがメルチャ春巻きですね。半分いきますよ。いきますよ。はい、わーお、すごいね、これ。いいね。ほら、伸びる伸びる伸びる伸びる伸びる伸びる伸びる。あちちちあちちちあちちち。ほら、まだ全然ほら。切れない切れない切れない切れない切れない切れない。ギネスです。でん。いやー、すごいですね。こっちは食べずに、ね、こっち行きます。美味しい、めっちゃ伸びる。あ、そうやな。伸びるようにして食べるには、こうやって。おー。あ、ほら。アフターテスト、アフターテストウォーミングじゃなくて、アフターウォーミングテスト違う。それは温かい方がいいですよ。温かい方が美味しいに決まってるんじゃないですか。あんな一番全部置いてないやつもあったよ。なにこれ。2、1、ベースメンラー、マルチャルバでございます。ボンバー、ボンバーでございます。お名前は何ですか？ベレウェ、ベラウェアルマキ、食べます。ベタベタで打てて洗わなきゃ。おいしいな、これね。あ、ちょっとひっくり返ってきた。すいません。おいしい。おいしいことあるね。ね、めちゃん。下すんげーソフト。上ね、パリパリ。パリパリ。パリパリ。ね、メルちゃん。はい。うるせえ、食べるのかーし。上すんげーパリパリ。じゃあこの音聞いててよ。パリパリパリパリパリパリ。喋って。全然パリパリじゃないの。ほら、聞いて。ゴスゴスだね。ゴスゴス。本当？うん。もう一回やるよ、もう一回やるよ。やめて。いいよ。いや、ちょっと。嫁止めてて。いや。だから何が入ってんの？ナッツ。ナッツだけ。ほら。ほら、すごいでしょ。この黒いやつは？ダラは美味しいですね。あー、ふっくり。
合ってた。うん？合ってた。バラは全然分からなかった。合ってた。あ、バラは。どうやって戻せばいい？うん、وفي كده ينتهي فيديو النهاردة، وشكرا لكم وإلى اللقاء.